السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع متابعي القناة ولكل من التحق بنا مؤخرا. متابعينا الكرام، على ما يبدو أننا أمام توتر خطير جدا وغير مسبوق لربما منذ أزمة جزيرة ليلى ما بين المغرب وإسبانيا. هناك تطورات متسارعة في قضية الاجتياح، اجتياح سبتة المحتلة. هناك عدة أمور حدثت يعني بعد ساعات أو قبل ساعات عفوا. البداية بالمغرب يقرر سحب السفيرة المغربية الموجودة في مدريد من أجل التشاور، وقد تكون هناك قرارات أخرى مرتبطة بهذا التوتر الدبلوماسي الغير مسبوق ما بين المغرب وإسبانيا. في نفس السياق أيضا كانت هناك زيارة لوزير الأول الإسباني إلى مدينة سبتة المحتلة، ولكن الملفت في النظر وأنه أمام أو أثناء هذه الزيارة تم إلقاء عليه الشتائم، ويعني استقبل بطريقة مهينة جدا وبطريقة غير مسبوقة جدا في مدينة سبتة المحتلة، لا من قبل المغاربة الموجودين هناك ولا من قبل حتى المستوطنين الإسبان الذين شتموا رئيس الحكومة الإسباني بأبشع الأوصاف. وبالتالي كانت هذه الزيارة هي زيارة فاشلة نوعا ما. حاول أن يعني يطمئن المستوطنين الموجودين في سبتة المحتلة، ولكن تلقى يعني صفعات من الشتائم وابل من الشتائم من طرف سواء المغاربة الموجودين هناك أو من طرف المستوطنين. من جانب آخر، كما تحدثت سابقا في الفيديو السابق، كان هناك موضوع مهم جدا اليوم، وهو أن وزارة الخارجية الأمريكية قامت بتثبيت قرار الاعتراف بمغربية الصحراء كما تحدثت سابقا. هذا الموضوع إن شاء الله غدا حاول نخصص له فيديو خاص لاحقا إن شاء الله غدا أو بعد الغد. وما زلنا إن شاء الله غدا نشوفوا فين غدا تمشي الأمور ما بين المغرب وإسبانيا. الأمور متسارعة وتتطور، وعلى ما يبدو أن هذا الأزمة الدبلوماسية سوف تتصاعد ويكون هناك تصعيد من الجانب المغربي الذي يعني واجه هذه التصريحات العبثية الإسبانية ندا لند. والآن نحن أمام سحب السفيرة المغربية من إسبانيا للتشاور. لا أظن ولا أعتقد أنها سوف تعود لإسبانيا في أي وقت قريبا جدا، ولكن سوف تكون هناك كما قلت لكم تطورات أخرى. متابعينا الكرام، سوف أراكم في فيديو قادم إن شاء الله. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.